الفوز ديال اللعبوات يعني الفوز بالنسبه للمغاربه الابطال ديالنا الرياضيين بجميع جميع مستوى الرياضات. الفوز راه ولا عندنا الحمد لله، راه ولا هذه نتيجه محسومه الحمد لله، نظرا للثقه ديالنا في الكفاءات ديالهم الكفاءات المهنيه. وهذا الفوز كان ماشي مفاجئ، انا عندهم قدرات وعندهم طاقه تبارك الله، غير انك كتبقى الحظ. يعني المفاجاه جات لان كنقولوا حتى الحظ، حتى الحظ كيلعب الدور، ولكن هما اليوم بينوا لينا على واحد الروح رياضيه كبيره. يعني من بعد ما وقع اليوم في المانيا يعني زادوا تحدى وصمدوا وخدموا واجتهدوا وتعطات النتيجه، ولا سيما ان ملي كتضرب يعني مع كتلعب مع بطلات اللي هما عالميات ولأول مرة، وهذا تحدي بالنسبة لأن شرف الكرة العربية والكرة الإفريقية وشرف الكرة المغربية. المقابلة اليوم، المقابلة ديال اليوم مقابلة كانت رائعة، وكانت مقابلة قتالية، كانت مقابلة قتالية. بقيت نقول ليه نريد منك، بغينا نماذج منك، بغينا نكون مثيل منك، بغينا نماذج فوزيات هما ورجعوا يكونوا بزاف. تبارك الله، لا انت ولا السي الركراكي، انا عطيتونا تربية رياضية ولا الثقافه، هذه ولا الثقافه ولا التحدي ولا. كنشكركم بزاف والله يطول من عمركم. الشباب والجيل القادم راه بطبيعه الحال، لان بصراحه والله يعني بصراحه هذه الكلمه بغيت نقولها، لان دابا ولا واحد الاهتمام بالكره. انا ولدي عنده اكاديميه في الدومين كره القدم، يعني واحد الاقبال وواحد هذاك، اللي كيخدم الشيء اللي كيخدم راه في الاخر كيفوز ان شاء الله وكيؤدي النتيجه المحسومه. وهنيئا لنا وهنيئا للشعب المغربي وهنيئا لهذه القناه. فوز هنيئ جدا جدا جدا، رغم اننا في الشغل وهذا حبسنا الخدمه وشجعنا، غير هو الوقت ماشي مناسب، وقت غير مناسب باش يعني باش جميع الجماهير الحمد لله الناس مشغلين الشغل ديالهم وهذا، ولكن القلوب ديالنا معاهم، الدعاء ديالنا معاهم، الحمد لله مرضيات. وهذا كيحصل لنا الشرف ان اول بنت عربيه كتلبس الحجاب وكتلعب يعني في الدول الاوروبيه. انا عندي متفائل جدا اننا سنفوز بالكاس ان شاء الله. الرساله فوزي قجع كنشكره بزاف، ونتمناو يعني يكمل في المسيره ديالو. وهذا جزيل الشكر يعني لفوزي قجع والملك محمد السادس بالشفاء العاجل ان شاء الله. المباراه الجايه ان شاء الله ضد فرنسا، يعني عندنا اليقين في الله عز وجل فوز، يعني غيكون النتيجه غتكون 1-0 بمشيئه الله عز وجل. تحيه اعلاميه وشكرا للدار هذا المنبر الاعلامي، وحنا راه فرحانين هلياء النساء بهذه المناسبه. الفريق الوطني للنساء اللي فاز مقابله على الناديرو ديال كولومبيا، ونتمنى لهم السعاده والفرح. ولكن على ما شفت واحد 20 دقيقة كنطلب من الدريات إذا كانوا كيشوفونا في هذا المنبر الإعلامي، راه التركيز وسط الكاري 18 راه ما كاينش. دابا كنهضروا في صفتنا حنا كرياضيين، غير التركيز التركيز ملي كيدخلوا في الكاري 18 ديال الهجوم ما كاينش التركيز، غير التركيز عليهم راه غادي مزيان. ولكن يكونوا نساء في المقابلة الثانية في اللبؤات، المقابلة راه ماشي سهلة. دابا الحمد لله وهنيئا لكم هنيئا جميع النساء البيوت المغربيه، لا خوتنا ولا خواتاتكم ولا خواتاتنا. هذا تاريخ في المغرب ديال النساء. العدو كيقول لك العدو، شتي العدو غدا ما يعاود، الفاهم يفهم بلا ما ندخلوا في تفاصيل اخرى. دابا الدريات غادي في الكره، هنيئا لصاحب الجلاله بالفوز ديالهم، انتصار صاحب الجلاله، فرحان الشعب المغربي. تقول الفوز القشع خدام ما نقول لك، ولكن هذيك لبؤات المغرب كاس افريقيا وديال اوروبا، النساء العالم كله في العالم كنهنيهم، وتحيه اعلاميه وتحيه رياضيه. فهنيئا لكم، اللي كنطلب منكم هو التركيز في الملعب في كاري 18، وتبارك الله عليكم. وهنا كنخرجوا العيالات، هنا كنخرجوا بالفرح حتى هما بالزغاريت وبالرايه المغربيه وبالتعارج والبنادم، كنتمنى لهم السعاده والفرح. ولكن المقابله الثانيه يركزوا فيها كاريديتور. هنيئا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.